السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة جدا في موضوع الفلتر في 2019، زمان لما كنت باجي اعمل فلتر كنت اقول له في في وادخل على فلتر وابدا احط قاعدة معينة، اقول له مثلا عايز قاعدة معينة، تمام، اقول له مثلا لو في خاصية معينة اديها لون احمر، لو في خاصية تانية اديها لون اخضر. على سبيل المثال لو في جزء مثلا معرض للشمس مثلا ادي له اللون دوت، لو في مثلا حاجة اشتريناها اديها اللون دوت. الجديد اللي هي فلتر رولز دي، يعني ايه فلتر رولز؟ يعني ممكن يكون انا عندي حاجة متوفرة فيها خاصيتين، يعني انا مثلا عامل خاصية تمام للبواب المقاومة للحريق، وخاصية تانية للبواب اللي هي الازاز، تمام. طب اقدر توافر احدى الشرطين او توافر شرطين مع بعض، فاقدر اجي هنا اقول له انا عايز مثلا فلتر واحدد الحاجه اللي انا عايزها وليكن مثلا دورس، تمام. هنا بقول له انت، يعني لازم الشرطين يتحققوا عشان ياخدوا اللون دوت او ياخدوا الهاتش دوت او ياخدوا الشكل دوت. يروح قايل له بقى انا عايز اهي انت او اور يبقى واحده فيهم، يعني مش لازم الشرطين يتحققوا، لا لو شرط واحد فيهم طبق القاعده دي. فاقول له مثلا انت واروح قايل له اد رولز، يبقى انا عندي مثلا قاعدة ان التايب نيم بتاعه مثلا بيساوي كذا، واختار التايب نيم. والحاجة التانية مثلا ان السيكلس بتاعه بيساوي، اختار رقم مثلا من هنا، يبقى هيديله اللون او هيديله الهاتش اللي انا هحدده له هنا لو الشرطين اتطبقوا. لو حولتها الاور يبقى لو شرط واحد فيهم اتحقق يبقى خلاص ياخد اللون او ياخد الهاتش او يبقى هنختاره من ضمن الفلتر بتاعنا، تمام. تقدر تضيف اكتر من رولز وتقدر تحذف رولز منهم.